صباح الخير أو مساء الخير عليكم وين ما كنتوا متابعين الكرام. اليوم سويت لكم حلاوة جوز الهند بعد أطيب من السماء ومن النوغة، فشي كلش طيب. بس أهم شي تتبعون الخطوات، طريقة العمل كلش مهمة، المقادير جوه تحت الفيديو بالإنجليزي والعربي. بس يعني شنو طلعت فشي، وطبعا هاي تنحفظ بالثلاجة بالفريزر تبقى مدة طويلة، كل شي ما يجي لها. راح نبدي. اول شي نحضر، هنا عندنا ماعون او صحن مستطيل، وخليت شوية جوز هند وفستق. انا شوية حمسته على النار الفستق حتى يكون طعمه طيب، نايلونه على الماعون حتى لا يلزق. وبعدين خليت الفستق والجوز هند، وهاي ملعقة كبيرة من النشا، ملعقتين كبار من الحليب حتى نذوب النشا. راح استعمل جبنة الفيلادلفيا اللي شوية بيها اقل ملح. هاي استعملت نص كوب من جبنة الفيلادلفيا. هنا في قدر شغلت النار، راح احط كوبين حليب كامل الدسم. استعملوا القياسات مع الكواب، زين كوبين تبهوا. اضيف 3/4 الكوب سكر، او اذا تريدون اقل بكيفكم، تريدون نص كوب يصير. ملعقة كبيرة من الهيل، هذا اختياري اذا حابين، وكيس من الفانيلا او ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة اذا ما عندكم. احرك اخليه يغلي، اريده يغلي. هسه ورا ما غلى راح اضيف كوبين من جوز الهند الغير محلى، هذا المبروش، هاي كوبين. احرك اريد يغلي مرة ثانية، يعني احرك شوية بحيث شوية يقلل المي مالته، الحليب مالته العفو. هسه شوفوا هنا الدرجة شوية أكثر من الواطية، بدأ هسه يمي يغلي الجوز هند والحليب والسكر. راح إذا تشوفون نقص الحليب هسه راح أضيف طحين اللوز. طحين اللوز ينطينا ويا جوز هند فشي كلش طيب. إذا ما عندكم أنتوا قشروا اللوز وطحنوه ناعم يصير. يعني هسه اني اظل احرك، مهم طريقة التحريك، يعني وقت التحريك لازم شوية يكون عندكم صبر بهاي الحلاوة. نذوب الطحين مال اللوز ونحرك، نظل نحرك. واو شلون هسه تقريبا ندمجه. راح اضيف النشا اللي سويته واحرك حتى جانس النشا ويا باقي المواد، واضيف الجبنة الكريمي هاي نضيفها ذوبها. بعدين ارجع على العودة مال الخشب، الملعقة مال الخشب، واحرك. هنا راح اضيف ملعقتين كبار من الزبدة الغير مملحة، تنطينا في الطعم ودسامة طيبة للحلاوة. وهنا يكون عندكم صبر، لا تخلوها هواية وتروحون، يعني تخلوها في 3 دقائق وترجعون عليها اقل، يعني حتى لا تلزق. استعملوا جدر هاي النان ستيك، يعني هاي الملزق عليها شي. شوفوا افتها شوية وارجع احرك. هنا شوفوا هذا راح اضيف 1/4 كوب من الشوكولاتة البيضة، هذه زايدة مني ما اعرف، هذا الهاشتاج مال دلع نفسك اللي طلعته هاشتاج دلع نفسك، هيجي تنطي طعم الباونتي من تخلون هذه 1/4 كوب شوكولاتة بيضة. هسه تبدي شوفوا شلون بدت تثخن عندنا وتصير قوية من تحركون. باعوا بدت تبين القاعية مع الجدر، بس بعد تحتاج يعني نار شوية يعني أعلى من الواطية. هسه باعوا هيجي التمت تصير مثل العجينة، يعني صارت عندنا. تاخذ شوية وقت يعني فد نص ساعة انتو تتحركون، وعشان صارت لازم هيك يصير، صار عبالك عجينة دا تتماسك. هسه اني اطفي النار خلاص، وهي حارة شنو حاضرة حارة، اخليها بالصحن رأسل، اخليها هيك يعني مو كلها فد مرة على مود لا يتحرك الفستق عندنا ويتخربط، وهي حارة شو ما قلنا. هسه اعدلها بالسباتشلا، ايش قاعد قلت هسه، يلا ما يخاف سامحوني. المهم باعوا كلش بسهولة تتعدل، باعوا شلون ما تحتاج هواي وقت. وهسه عدلها زين وازينها بالفستق، اضغط شوية حتى يدخل الفستق جوا،
وجوز هند. طبعا هنا تخلوها تبرد، تصير بدرجة حرارة الغرفة، وغطوها ودخلوها بالثلاجة فد 4 ساعات هيجي. هسه غطيها وخليها بالثلاجة فد 4 ساعات. هاي طبعا أنا ليلة كاملة سويتها بالليل، هاي للصبح مو مشكلة. نشيل النايلونه والمعون نقلبه، او هو هيك تقصه مو مشكله، بس لان اكو نايلونه مصباح والجمال والريحه فتشي. هاي لازم تجربوها، لازم. اهم شي الخلط والقوام اللي لازم نطفي بيه النار، عرفتوا شلون؟ تبعوا الخطوات كلش مهمه. واطيب حلاوه جوز الهند على طريقتي، ان شاء الله عجبتكم. لا تنسوني باللايك، اشتركوا بقناتي إذا حابين، شوفوا الفيديو كامل. شكرا جزيلا، وشير للفيديو. ويلي على الحلاوة، خبل يا باونتي، يا شو أقول بعد. يلا جربوها زين عيني. مع السلامة، أترككم بأمان الله.